بسم الله، ده مثال على كوردينيشن وحل المشاكل أثناء مرحلة الإنشاء. بعد ما خلصنا التصميم بناخد تصميم، وبقى عندي الديزاين كونسلتنت في حاجات معينة هبدأ أعتمد عليه فيها، والكونتراكتور بيم تيم بيبدأ ياخد اللوح ويبدأ يعمل كرييت 3 دي موديل فور كونستراكشن، وعندي في الكونتراكتور شوب دروينج تيم بيبدأ ياخد اللوح ويبدأ يطلع منها اللوح 2D ويبدأ يظبط الشوب دروينج، وبعد كده يبدأ يديها للكونتراكتور بيم تيم يبدأ يحط الحاجات والمعلومات في 3D موديل، بيبدأ يطلع من ال LOD 300 لل LOD 400، وبيبدأ يحل المشاكل ويشوف أي مشاكل. لو لقى أي حاجة مشاكل بيبدأ يشوف مين اللي هيعدلها، هل المفروض اللي يعدلها الديزاين فيبدأ يرجعها للديزاين يعدلها ويرجعها له تاني، او يرجعها للفريق اللي هو كونتراكتور شوب درونج تيم، بيبدا يعدل هو اللوحه 2 دي شوب درونج وبعد كده يرجعها تاني للكونتراكتور بحيث ان هو يتاكد منها ويعدل المعلومات بتاعته، ولو لقى اي مشاكل يشوف نفس الطريقه، لو ما فيش مشاكل خلاص يبقى دي جاهزه انها تتبعت. وهنا بعد ما بنخلص الشغل بتاعنا بنبدأ نبعته للمالك يبدأ يشوف الشغل، وعنده أي ملحوظات يبعتها لنا ونعدل عليه.